شايفة لو نرجع نحكي مع أخصائية التغذية مريم الدكابي بتحكي لنا كيفاش ننظموا ماكلتنا في نعرفوا تو رجعنا نخدموا معناتها فما زوز أوقات خدمة كوا بالضبط لهنا نعرفوا لي شانجمون باش يصير في تونس نهار خاطر هذيك أكثر وجبة اللي باش ناخذوها البلد في الشارع معناتها سواء في الخدمة وإلا في القراية وأو ميم طون الوقت نتاعها خاطر معناها حسب حتى الإكسبيريونس نتاعي السيونس يونيك فاست شوية الوقت نتاع الفطور اللي هو يولي يخلي وقت طويل من فطور الصباح حتى ماضي ساعتين ما ثلاثة وإلا الأربعة باش نفطر في تونس نهار توا باش يرجع في الوقت العادي معناتها اللي هو بين نص نهار ماضي ساعتين لهنا نحب نقول حاجة اللي راهو ما يقلقش الوقت قدر ما يقلق الديكالاج ما بين الوجبات معناتها ديما ماذا بينا نخليه بين أربعة خمسة سوايع بين كل وجبة ووجبة فوالا معناتها اللي يقوم السبعة باش يفطر نص نهار واللي يفيق حتى نص نهار راهو باش يفطر نص نهار نتاعو الأربعة نتاع العشاء الخمسة نتاع العشاء دونك هذايا اللي يهم أكثر هو لابور كالوريك قداش ناكلوا حريرات على 24 ساعة فهمتك فوالا شنو تنصح لهنا العباد اللي يفطروا الصباح وساعات فما شكون يفطر في خدمته فما شكون يفطر في داره ومن بعد يمشي يخدم بعد ياخذوا بوز نص النهار ويرجع نص نهار ونص مثلا هو لهنا بالنسبه لفطور الصباح معناتها نعرفوا اللي يلزم يكون فطور متكامل وفطور متوازن هو اللي يعطي الطاقه بالنسبه للجسم نتاعنا هو حاجه ماهيش صحيحه برشا اذا كان ننظموا العشاء نتاع الليل الغلطه اللي تصير برشا عند برشا توانسه نقول اللي هما سيغتو معناتها افيك لو سيغبوا واللي يحب ينقص الميزان اول حاجه يعملوها ينحيوا العشاء دونك هذايا غلطة كبيرة تصير، إي سيغتو كي نبداو في عائلة وقت اللي باش نحيو العشاء ولا أون فالو نيجليجي معناتها باش يتبدل ولا يولي حاجة خفيف، هو سي لو مومون اللي نقعدوا فيه مع العائلة الكل، فوالا، دونك هذاك لازم يكون منظم، وفطور الصباح ينجم يكون حاجة خفيفة، اللي هي ما تقلقش سيغتو لا ديجيستيون، ما تقلقش عملية الهضم، خاطر لهنا علاش معناتها علميا مثبت أن وقت اللي ناكلوا ماكلة تكون دسمة، الدورة الدموية باش تولي كونسونتخي أكثر على الجهاز الهضمي، وهذاك يخلي ينقص شوية على المخ، دونك فما برشا ناس اللي يفطروا الصباح يكون دسم شوية يلقاوك دسم شنو نقصدوا دسم؟ معناتها باش يكون فيه زبدة، كرواسون، كلي جو أمبالي يبداو سكري، معناتها أي حاجة تكون فيها معناتها أون شارج غليسيميك قوية، خاطر شنو يصير معناتها السكر باش يطلع، فما الأنسولين اللي هي باش تعدل السكر في الدم باش تعدل السكر معناتها مع التسعة نتاع الصباح ساعات نجم الانسولين تخرج معناتها اون كونتيتي كبيرة شوية اللي هي الهرمونة هذه اللي طيح السكر دونك تصير سكون ابل ايبوغليسيمي بوست بروندير معناتها كتطيحة نتاع السكر اللي بعد الماكلة منها هي تجيك النوم اللي هكا ساعات نفطر يجينا شوية النوم ولا الفشلة ولا التعب فوالا فهمت السر دونك الكل سجو اوتور دو لا غليسيمي السكر في الدم دونك لهنا اللي يهمنا اكثر كيفاش نعدلوا السكر بعد كل وجبة هذا هو اللي باش يخلينا في فورما ناشطين نهار كامل وامم طون نحافظوا على الوجبات نتاعنا خاصه العشاء نتاع الليل القايله وقت اللي نجيو نفطروا قلت لي انت هذيك المشكله فيها لخاطر نعملوا ديكالاج ولا نفطروا شويه ولا شنو نعملوا دونك لهنا بالنسبه للناس وقتهم معناتها بتوا بدوبل سيونس ياخذوا البوز نتاعهم نص نهار ماضي ساعتين امورهم واضحه خاطر باش يكون بعد اربع خمسه سوايع ينحيوك التنميش اللي في البيروات وينحيوك الماكله نتاع الصباح حتى بالنسبه للصغار المنظمه العالميه للصحه معناتها نحاتك الكوتي نتاع العشره بالنسبه للصغيرات هذيك زادت فوالا اللي يهم هو فطور الصباح كما قلنا بالنسبه لفطور نص نهار هوني شوف عندنا ان لارج شوا سوا باش نهزوا معنا اللي هي ديما حاجه ننصحوا بها باش تكون ماكله صحيه ونظيفه نتاع دار والا كي باش ناخذوا من الشارع راهو ما يقلقش ماكله الشارع مرها ما كانت معناتها حاجه يعني نحيوها كومبليتمون اما نحسن الاختيار معناتها بالنسبه لي انا مثلا نعطي دي زيكزامبل نتاع صحن تونسي والا كسكوت تونسي معناتها فيه سلطه مشويه فيه سلطه تونسيه فيه عظم تكون حاجات معناتها صحيه ما تقلقش تلم في الكليونات انت مش كولو كولو بعد يجوني لا لا هو بالعكس هو يلزم جوستومون يلزم معناتها ديما نخليو البليزيغ نتاع الماكله خاطر انا بيدي راني معاكم كيفكم حسيتها كي تخدم في روحها توا عرفت لا تحسك اللي كول وبعد كي تسمعوا اجيو تلقى لكم حال مريم باش نكملوا نحكيوا في السوجي ما حبيت نسال الدكتور خدمتك ماهيش منظمه معناها بين الكلينيكات وبين العياده كل شيء كيفاش تاكل؟ نسالها مريم كي الطبيب يجوع وما يخليوش المرضى يروح يفطر شي شعب صحيح هوني جوستومون ديما نقول انا جبابي فما الحماسه باختو معناتها اللي بحذينا معناتها ديما تحس حاله حماس حاله فاست فود حماس ان شاء الله فهمنا عامله اكثر حاجات لهنا اللي هما باهيين برشا منصوح بهم برشا الفاكهه معناتها كي نقولوا فاكهه تبدا كاكاويه تنجم تكون زوزه لوز والا ججلان في كعبه ياغورت معناتها هذوما حاجات اللي هما فيهم لي بون غريس اللي هما اول حاجه يقنعوا بالكدا معناتها ساعات نحقوها احنا نقولوا مثلا اربع كعبات ولا خمسه كعبات زوز شنو باش يعملوا هما اللي راهو لي فيم تاعهم كبير برشا على حاسه الشبع دونك لهنا نجموا ناخذوا البن
نجمو ناخذ رايب دونك هذوما هكا هكا خذ تربي جوستومون دونك لهنا البان رايب زاد موجود معناتها عند معناها بارتو نجمو نلقاوه واللي هو بروتيديت فيه نسبه باهيه من الكالسيوم اي سورتو فيه الخميرة اللبنية اللي هي تعدل معناتها العمل الوظيفي نتاع المعدة دونك هوني خاطر علاش حبيت نحكي معناتها على الحاجة هذوما اللي هما سورتو يخليو الجهاز الهضمي يخدم بالكدا وهو اللي يخلينا نقعدوا ناشطين ومعناتها خاطر ساعات فما كالانديجيستيون اللي تعطيك الفشلة وتعطي التعب اللي هو يتفرعس شوية معناتها توا لو ريتم دونك هذاك اللي يخلي من بعد تصير مشاكل صحية دونك لهنا معناتها اون طون نورمال نجمو معناتها فاكهة كعبة غلة كي نقولوا سلطة فوالا كي نقولوا سلطة توا معناتها حتى بالنسبة للأفكار مش ديما يلزمها تكون سلطة مقصوصة ومفوحة وتاخذ لنا الوقت معناتها يسوفي فوالا حتى كعبة سفنية مثلا باش يجمعها مقرونة ولا نواسة ولا حاجة نقول لهم حطوا تحتها وقتين ليتو بعد ما تكمل تنجم تاكلهم فوالا يفو انتخدوير الخضرة معناتها سو لي فورم الكل مش بشرط هي ديما سلطة معناتها نعمل في ريجيم سي با سا باهي صف صف عندك سؤال مريم ان فيت حبيت فاطمه نسال الدكتوره مريومه انا على الغرينيوتاج اللي يصير في وسط في النهار ما تعرفوا احنا نخدموا من 8 نتاع الصباح حتى ل 6 نتاع العشاء اكيد الانسان باش يجوع يعني حبينا ولا كرهنا الغوبا يعني ان سول غوبا يعني باش تفطر فطور نص النهار مش باش يخليك تتقنع حتى كي ترجع للدار تروح 6 شوف تتعشى كان 8 نتاع الليل فمش غرينيوتاج هيلثي شويه يعني مش لازم ناكلوا الحاجات الغا ولا الجو ولا الجيزوز ولا لي شيبس حاجه تفيدنا اكثر منها انها تضرنا باهي هو هوني نحب نقول حاجه بالنسبه غرينيوتاج ماذا بيا نلموه في ان غوتي خاطر فما زاد شكون اللي مثلا كل ساعه بشكل حاجه كل ساعتين بشكل حاجه وتولي اون بريز اليمونتيغ ان كونترولي معناتها ما عادش يغزل شنو ياكل ما عادش يعس على روحه وهذاك باش يفرعس كومبليتمون كيما قلنا السكر في الدم وحتى عمليه الهضم مي ديما اون سو ليميت احنا في الماكله نتاعنا كل شيء مسموح به في نطاق هرم غذائي فما الهرم الغذائي اللي نشوفوا فيه في التلفزه اللي هو يعطينا معناتها بالضبط الكميات اللي مسموح لنا بهم نلقاو حتى فيهم الجاتو نلقاو فيهم الحاجات الحلوه نلقاو فيهم لي ماتيغ غراس مي في دي كونتيتي معينين معناتها بور ان غرينيوتاج نقول في الدار مثلا ديما نقول تعملوا ينجم يكون فيه سفنيريا فاقوس مثلا كعبه تفاح شويه جبن ابيض بطبيعه يكون باقي الماتير غراس شويه فاكهه غله شيحه كيما العوينه الشيحه المشمش الشيح اللي هما فيهم سكريات فيهم بوتاسيوم فيهم مغنيسيوم ايدايوغ اهميه المغنيسيوم في الفتره هذه راهو على خاطر ينحي برشا ستريس معناتها سد طون شويه واللي هو الانسان قد ما يكون اقل ستريس قد ما يمشي اقل الغرينيوتاج دونك هذوما حاجات قد ما ندخلهم في الماكله نتاعنا ويكونوا اكسيسيبل معناتها نوفروهم يكونوا موجودين مش مخبين في دراوين ولا شنو هو اللي تصعب معناتها اقل حاجه سهله تاكلها تلقاها سهله سواديزون هكا حكة صغيرة تحط فيها مثلا عوينة شيحة نحكي لك أنا في الخدمة احنا نهار طويل في الخدمة نحكي على الدوبل سيارة جيب خايفة معك قادم نشوف أنا في الأفكار تجم تكون حتى معك في ساكك معتها تكون موجودة ديما مش في ساكك شو حطها مثلا أما شوف كما قلنا في أنجوتي معتها هذيك يرجع كما قلت في بارسيلو لاني بعد أربع سوايع من وجبة غذائية معتها في تونس نهار بعد نقولوا بين الأربعة والستة عن الجوتي متاعنا مش ماضي ساعة وماضي ساعتين والخمسة والستة وإحنا نهار كامل وإحنا أونغرينيوت وقتها يولي مش هاي حل واضح تو يجي جوكري الباسيون تعرف تدخل قول مع سلامه قلت لهم لا ما لبس صافا كيكو يا رز احنا في ناس المشكله انا بدي ساعات نتعرض للمشكله هذا ان الوقت يبدا قصير ونعديو برشا وقت في الخدمه دونك اللي تمشي دكتور بوذراع ولا المريم تز كويستي خاطر عنده برشا فاكهه ميرسي بوكو يعطيكم الصحه مرحبا مريم التوكيبري دكتور خالد بوذراع نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا